يا الله، السلام عليكم. خير من الله، ما بيك شيء، ما تشكي من مرض، بس عندك خوفه لا تتمرض، او بيك خوفه لا يصير بيك شيء. تعال اعلمك على ورد يومي تسويه الصبح، بين ما توصل للشغل بين ما توصل للعمل انت مخلصه. الباقي هذا الورد العظيم يومي تسويه 113 مره وتهدي ثواب سيدتي فاطمه الزهراء. الله سبحانه وتعالى بهذا اليوم يحفظك من اي مرض ومن اي قدر باذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله.